السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم يا شباب. معاكم عمرو إبراهيم من شركة أمدالي للتجارة العامة واستيراد السيارات بالكويت. إحنا شغلنا دايما بنستورد سيارات من مزادات أمريكا، وبنبدأ معاكم القناة اليوم بأول فيديو، وإن شاء الله تسعدوا ويانا بالسيارات المتنوعة اللي عندنا بالمزاد. وأي حد يكون راغب بأي سيارة من مزادات أمريكا يتواصل معايا على الواتساب على الرقم اللي بسيبه لكم بوصف الفيديو، يتواصل معايا برساله واتساب يقول لي المواصفات اللي هو طالبها ونوع السياره اللي هو طالبها، وان شاء الله بوفرها لكم من مزادات امريكا. المزادات عندنا شغاله بشكل يومي يا شباب، بنوفر لكم افضل السيارات. طبعا بتشوف السياره وبتشوف صورها وبتشوف مواصفاتها وبتشوف عيوبها ومشاكلها، وان شاء الله بنشحن لك السياره لاي دوله بالعالم، سواء بالخليج العربي، بالكويت، بالسعوديه، بمصر، بالعراق، بالامارات، اي دوله انتم متواجدين فيها شباب احنا على اتم الاستعداد ان احنا نشحن لك السياره من امريكا لمكان اقامتك باي دوله، وان شاء الله نكون عند حسن الظن باذن الله. تابعوا يانا القناه بدايه من اليوم يا شباب، كل يوم ان شاء الله راح يكون عندنا مزادات مختلفه، سيارات مختلفه، وباذن الله تسعدوا بقناتنا، ورجاء الاشتراك ودعم القناه عشان تكبر وياكم باذن الله. اليوم معانا اول سياره موديل 2022 جيب رانجلر سيريوس، سياره ماشيه 29581 ميل فقط، انباعت ب 31500 دولار. معانا سياره كيا كي 5 ال اكس اس موديل 2022 لونها ابيض، 11200 دولار، 11400 دولار، سياره ماشيه 61015، 61000 السياره ماشيه، ما فيها دعمات ولا حوادث، بسيطة جدا. الليت الأمامي مكسور محتاج تبديل، سيارة وسط 11700 لفلوريدا، سيارة الليت الأمامي مكسور والدعمية محتاجة شوية تظبيط فقط، السيارة ما فيها أي مشكلة أي مشاكل تانية. سيارة الداخلية لونها أسود، سيارة جديدة يا شباب موديل 2022، والكيا 5 من أفضل السيارات حاليا من شركة كيا. سيارة شغالة، محرك ما فيها أي مشكلة، بس ما فيها الا فقط الدعم الاماميه. بعد السياره جيب كومباس 2021 ماشيه 48766 كيلو، سياره كلين تايتل، واصله 4300 دولار، 4450 4650، لونها اسود السياره، سياره اتوقع ما فيها حوادث، سياره نظيفه، سياره كلين تايتل ماشيه 48766 كيلو، السيارة الداخلية لونها بيج بأسود، نظيفة وشغالة ما فيها أي مشاكل، واصلة 9100 دولار لتكساس جيب كومباس 2021، سيارة ما فيها أي مشاكل يا شباب، سيارة كلين تايتل، واصلة 9400 بنسلفانيا، 9500 دولار، فيها بس الدعمية الأمامية محتاجة شوية تصليح، مع المتجر الأمامي محتاج شوية تصليح. بس فقط لا غير، هذا اللي في السيارة يا شباب، واصلة 10500 دولار و 10600 دولار، جيب كومباس 2021 10600 دولار، وراح تنباع ب 10700 دولار لولاية تكساس، بنسلفانيا 10800 دولار. سيارة ماكينة كبيرة 2400 سي سي، 6 سلندر 2400 سي سي، واصلة 11200 ريال 200 دولار لبنسلفانيا. كلين تايتل ماشي 48766، جيب كومباس ليت تويد 2021، سيارة واصلة 11600 لبنسلفانيا، 11600 بنسلفانيا، 11600 بنسلفانيا، وانباعت ب 11600 يا شباب بعد الموافقة. بعد الموافقة يعني لازم اللي اشتراها بينتظر رسالة من صاحب السيارة يوافق على السعر أو يتفاوض معاه يزيدوا مثلا 100 ولا 200 ولا 500 دولار، يتفاهموا عن طريق الرسائل، وبتوصل السياره ان شاء الله وبتنباع ان شاء الله بينهم باذن الله. سياره 2021 فورد اكسبلورر ليميتد موديل 2021، سياره كلين تايتل ماشيه 47981، سياره واصله 14700 دولار، 15000 دولار، 15300، سياره لونها بني فاتح، سيارة اتوقع ما فيها دعمات، فيها بس المتجر الامامي شوية في دعمة بسيطة محتاج تعديل، والدعمية الامامية كذلك محتاجة تعديل بسيط. سيارة نظيفة بدون اي حوادث الشباب، ماشية 47980 دولار،
89 47 1981 دولار، سيارة داخلية لونها أسود جلد، سيارة 2300 سي سي ماكينة كبيرة، سيارة شغالة ما بيها شيء، سيارة ست كراسي كله جلد أسود، سيارة نظيفة جدا شباب مع ستاير خلفية، سيارة واسعة وسيارة عائلية من الدرجة الأولى، وصلت 17000 دولار. سيارة كلين تايتل ماشية 47980. سيارات الفورد من أقوى السيارات العملية يا شباب، سيارات محترمة صراحة. 17300 دولار للتكساس، 17400 دولار سيارة كلين تايتل نظيفة بدون حوادث، حادثها جدا بسيط، تصليحه جدا بسيط وسهل. سيارة وسط 17700 دولار للتكساس، 17800 دولار يا شباب، 2021 اكسبلولر ليميتد، 17900 دولار لتكساس، 18000 دولار واصلة، 18000 دولار السيارة واصلة، 18100 يا شباب. سيارة فورد اكسبلولر 2021، 18200 دولار، 18300 دولار. سيارة ماشية 47980، 18400، 18500 لتكساس، 18000 دولار، 18600، 18600، 18700 سي، 18800 ساوث كاليفورنيا، 18800 فورد اكسبلولر 2021، 18800 انباعت يا شباب بعد الموافقة ب 18800، لا للحين ما انباعت صراحة، 18800 يا شباب، 18900 دولار، 19000 دولار. تستاهل السيارة، ضربتها جدا بسيطة بدون أي حوادث كبيرة، 19000 دولار انباعت يا شباب، 19000 دولار بعد الموافقة. شيفورلي سبارك 1000 سي سي موديل 2021، 1400 سي سي موديل 2021، 1500 لأوهيو. سيارة لونها أسود، فيها دعمة أمامية، ضربة بالواجهة الأمامية والدعامية الأمامية مكسورة تحتاج تصليح، بالخلف ما في شيء، داخلية لونها أسود، سيارة شغالة رغم الحادث اللي بيها، بس الحادث مش قوي، سيارة شغالة ما فيها أي مشكلة، محتاجة تصليح الواجهة الأمامية مع الجانب الأيمن، في أغراض متوفرة ليها. سيارة وصلت 2050 دولار يا شباب لفلوريدا، وصلت 2050 دولار. سيارة كلين تايتل ماشية 7857887 ميل، طبعا مش كيلو، السيارات الأمريكية كلها بالميل، وصلت 2450 دولار. سيارة كلين تايتل 2600 دولار. شيفورلي سبارك 2021، 1400 سي سي لون أسود والداخلية سوداء، وصلة 2950 دولار، 2950 وصلة. 3000 دولار لفلوريدا، 3000 دولار لفلوريدا، 3000 دولار، 3050 دولار، 3050 دولار يا شباب، 3100 دولار، 3150 دولار يا شباب، 3200 دولار. سيارة كلين تايتل نظيفة بس بيها الدعم الأمامية فقط، 3200 دولار، 3200 دولار لفلوريدا. سيارة نظيفة ماشية 57887 كيلو ميل فقط، 3200 دولار لفلوريدا، انباعت ب 3200 دولار بعد موافقة صاحب السيارة على السعر. سيارة نيسان روج سبورت اس 2021 اللون أسود، سيارة كلين تايتل ماشية 80061 كيلو، سيارة دعمتها أمامية وفيها كمان دعمة بالخلف، الدعمية الخلفية محتاجة دعمية خلفية ومحتاجة الشبك الأمامي والليت اليسار الأمامي وتظبيط بمقدمة السيارة ومؤخرة السيارة. سيارة داخلية لونها أسود،
شغالة السيارة ما بيها مشاكل تانية، بس ضربة من الأمام وضربة من الخلف. سيارة حالة ممتازة ماشية 80,061 واصلة 3750 دولار لفلوريدا، موديل 2021 نيسان روج سبورت اس 3800 دولار. سيارة ماشية 80,061 ميل 3900 دولار 3950 دولار. سيارة واصلة 3900 دولار يا شباب. كلين تايتل 80,061 ميل ماشية السيارة، بيها ضربة من المقدمة ومن الخلف، واصلة 4050 دولار 4100 دولار 4250 دولار. طبعا السيارة كمان إذا انباعت تنباع بعد الموافقة، مش بيور سيل، سيارة اون ريسيرف 4450 دولار يا شباب 4500 دولار 4500 دولار 4550 دولار. سيارة تصليحها مش صعب يا شباب، سيارة ممتازة جدا وموديل حديث موديل 2021 واصلة 4600 دولار لفلوريدا. سيارة بس محتاجة تظبيط الأمام والخلف فقط لا غير، محركها شغال وممتاز ما في أي مشاكل، واصلة 4800 دولار لفلوريدا. سيارة كلين تايتل نيسان روج سبورت اس 2021 4850 دولار 4900 دولار 4950 دولار لفلوريدا 4950 دولار. نشوف السيارة مرة تانية مع بعض. سيارة لونها أسود ونظيفة جدا، 5100 واصلة، ضربة أمامية مع الليت الأمامي اليسار مع الدعمية الخلفية، بس مش محتاجة أي شيء تاني، والسيارة شغالة ما بيها أي شيء، موديل 2021 واصلة 5400 دولار لفلوريدا. سيارة نيسان روج سبورت اس 2021، سيارة ماشية 80,061 كيلو، 5500 دولار واصلة في الفلوريدا، 5600 دولار لفلوريدا، 5700 دولار لفلوريدا، 5700 دولار لفلوريدا، 5700 دولار. وانباعت السيارة، لا لما انباعت آخر فرصة لها، 5800 دولار يا شباب، 5800 دولار، 5900 دولار السيارة وصلة، كمان اون ريسيرف بعد الموافقة 5900 دولار 5900 دولار، وانباعت السيارة بعد الموافقة ب 5900 دولار، انباعت السيارة ب 5900 دولار بعد الموافقة لفلوريدا. بيع بعد الموافقة ب 5900 دولار يا شباب. السيارة القادمة نيسان فورشنر 2018 لونها ابيض، سيارة فيها مشكلة بالميكانيك، مكتوب ميكانيكال، سيارة كلين تايتل بس فيها مشكلة بالميكانيكال، ماشية 76,859. خلينا نشوف السيارة مع بعض. سيارة لونها ابيض، ميكانيكال يعني ما فيها حوادث سيارة، بس بيها عطل بالماكينة، ممكن يكون عطل بسيط ممكن يكون عطل كبير، المهم انك انت وانت بتشتري السيارة تكون عارف ان فيها عطل بالماكينة، وانت وحظك بيطلع ايه، يعني مؤشر الماكينة شغال، اللمبة الصفراء الماكينة شغالة، بس السيارة الموتور شغال، اتوقع ممكن يكون عيب بسيط، ترمبة بنزين ترمبة ماي، فيها عيب بسيط، فيها عيب بالكهرباء، فيها عيب بسيط بالماكينة، لكن السيارة شغالة وماشية، واصلة 4500 دولار، سيارة كلين تايتل ماشية 76,859 ميل، نيسان فورشنر لونها ابيض، واصلة 4600 دولار، ما بيها اي دعامات ولا اي حوادث، سيارة مشكلتها ميكانيك فقط يا شباب، ماينور سكراتش، 4650 دولار 4700 دولار 4750 دولار. نيسان فورشنر 2018 4850 دولار 4850 دولار. سيارة واصلة 4850 دولار في بنسلفانيا 4900 دولار. سيارة كلين تايتل ماشية 76,859 كيلو 4950 بنسلفانيا، وانباعت يا شباب بعد الموافقة ب 4950 دولار بعد الموافقة. السيارة اللي معانا فورد اسكيب اس اي ال 2019
لونها أسود، سيارة ماشية 68,375 كيلو. خلينا نشوف السيارة مع بعض، فيها ايه ضربات او ما فيها ضربات. سيارة نظيفة، مشكلتها نفس مشكلة السيارة الماضية، ميكانيكال فقط لا غير. سيارة الميكانيكال صراحة انا بحب السيارة الميكانيكال لان بتكون بدون حوادث، يعني لما تاخد سيارة يا شباب، لما تاخد سيارة بدون حوادث افضل تاخد سيارة فيها عطل بالماكينة. الماكينة تصليحها صعب، تقدر حتى لو الماكينة نهائيا خربانة تشيلها وتحط ماكينة تانية، لكن لما يكون السيارة بها دعمة قوية واصلة للشاسي يعني تعتبر السيارة منتهية يعني. فأنا بحب دايما المشاكل لما تكون بسيطة زي الميكانيكال، يعني مرات بتكون السيارة بتيجي من مزاد أمريكا فيها مشكلة ميكانيكال، بس مشكلة جدا بسيطة، ترمبة ماي، ترمبة بنزين، شغلات كهرباء بسيطة جدا. حاليا معانا سيارة كليزلر 2022 ماشية 31,067 كيلو فقط، ما واصلة 12,300 دولار لأوهيو. خلينا نشوف السيارة مع بعض، ضرباتها فيها ضربة خلفية، محتاجة دعامية خلفية تبديل، ما فيها شيء بالأمام بس الضربة الخلفية مع الجامل الخلفي مكسور، الزجاج الخلفي مكسور. داخلية لونها أسود، سيارة نظيفة وشغالة، ما فيها مشاكل بالماكينة ولا شيء، بس بيها ضربة خلفية بس. سيارة 7 مقاعد جلد، سيارة كليزلر وياجر 2022 ماشية 31,057 ميل، واصلة 12,800 دولار لفلوريدا. سيارة تصليحها جدا بسيط يا شباب، بالأمام كمان في ضربة بسيطة جدا، بالدعامية الأمامية تتصلح عادي، والدعامية الخلفية ممكن تتصلح أو تتبدل، بس ما فيها شيء تاني. السيارة واصلة 13,300 دولار لفلوريدا. سيارة كلين تايتل ماشية 31,000 ميل، سيارة فيها مشكلة أمامية مشكلة خلفية ضربات بسيطة جدا، واصلة 13,400 دولار لفلوريدا، 13,500 دولار. سيارة ماكينة كبيرة 3600 سي سي 6 سلندر، واصلة 13,600 دولار لفلوريدا، 13,600 دولار لفلوريدا، 13,700 دولار لفلوريدا، 13,700 دولار يا شباب لفلوريدا. السيارة اللي عنده عائلة كبيرة بتصلح معاه طبعا، لأن 9 كراسي، سيارة ما شاء الله كبيرة، سيارة عائلة. والكريزلر طبعا من نوعيات السيارة الأمريكية المحترمة جدا طبعا. 13,900 دولار يا شباب لفلوريدا، 13,900 دولار، إن شاء الله راح تنباع ب 13,900 دولار لفلوريدا. سيارة ممتازة جدا، موديل 2022 13,900 دولار، وانباعت السيارة بعد الموافقة ب 13,900 دولار يا شباب. السيارة القادمة معانا سيارة شيفورليه سوبر بان سي 1500 بريميوم 2023 ماشية 5,887 ميل فقط يا شباب. سيارة جديدة لسه بحالة الوكالة، فيها دعمة بالخلف والمتجر الخلفي اليمين مع الزجاج الخلفي اليمين مكسور، والدعمية فقط لغير، سيارة ما فيها أي مشاكل تانية. خلينا نشوفها من الداخل، واصلة 25,500، سيارة ما فيها شيء من الأمام نهائيا، سيارة شغالة وماشية. سوبر بان موديل 2023، سيارة جديدة شباب، ماشي 5,887 ميل فقط، وصلت 27,750 دولار. سيارة داخلية لونها أسود شغالة ما بيها أي مشاكل، بس الدعمية بس الدعمة الخلفية بس، داخلية لونها أسود. سيارة سوبر بان من أقوى السيارات الأمريكية يا شباب 2023، واصلة 30,000 للعراق، 30,250 للعراق، 30,250. سيارة كلين تايتل جديدة السيارة، 5,300 سي سي، ماشية 5,887، وصلة 31,250 دولار يا شباب للعراق، 31,750 لإنديانا، 32,000 دولار للعراق، 32,250. إن شاء الله يفوز بها حبيبنا من العراق، إن شاء الله. 32,750 دولار يا شباب، شيفورليه سوبر بان موديل 2023، واصلة 33,000 للعراق، 23,000
33500 للعراق، ان شاء الله يفوز بها العراق. 33750 انديانا، ان شاء الله يفوز بها العراق الشقيق. 34250 دولار، 34500 دولار. موديل 23 شيفروليه سوبربان 34750 دولار، 34750 دولار. 35000 دولار للعراق، وان شاء الله تفوز العراق فيها. 35250 دولار شيفروليه سوبربان، 35250، 35500 للعراق، ماشي 5837 ميل فقط. 35750 لانديانا، 35750 لانديانا. اخر فرصه، زيد عليها يا عراقي خليك تاخدها. 35750 دولار، وانباعت يا شباب لانديانا بعد الموافقه ب 35750 دولار. السياره القادمه معانا سياره الشعب، انا بسميها سياره الشعب، هونداي توسان 2018، اللون فضي. سياره فيها مشكله بالماكينه، يعني ما فيها حوادث، سياره نظيفه جدا، فيها مشكله بالميكانيك فقط لا غير. سياره لونها فضي، وسط 9500 دولار. سياره موديل 2018 هونداي توسان، داخليه لونها اسود. سياره فيها بصمه، فيها شاشه، فيها مشكله. سياره شغاله بس فيها مشكله بالماكينه، مش معروفة طبعا ايه هي، اللي عند فحص السيارة طبعا بتبين. سيارة داخلية جلد اسود، سيارة مبين عليها نظيفة جدا يا شباب، ماشية 53916 كيلو، واصلة 9000، واصلة 10000 كيلو، او واصلة 10000 دولار لأوهيو. سيارة واصلة 10000 دولار لأوهيو، 10100 دولار لفلوريدا، 10100 دولار لفلوريدا، انباعت ب 10100 دولار بعد الموافقه طبعا. السياره القادمه معانا 2024 هوندا سيفيك سبورت، سياره فيها ضربه بالسايد زي ما كاتبين، ضربه بالسايد. سياره ماشيه 6430، خلينا نشوف ضربه السايد يا شباب. سياره لونها فضي جميل جدا، ضربه بسيطه جدا بالباب الخلفي بس، وجزء بسيط من المتجر الخلفي. سياره نظيفه جدا يا شباب، بس اتوقع فيها ارباجات مفتوحه. فيها ارباج الجنب مفتوح وارباج السايق مفتوح، محتاجه تبديل ارباجات. داخليه سودا، سياره نظيفه، ضربتها جدا بسيطه، بس مش عارف والله ليه فتحت الارباجات، يعني مش عارف، يعني ضربه بسيطه جدا، غريبه ان هي تفتح الارباجات، يعني ضربه جدا بسيطه صراحه يعني. سياره ماشيه 6430 ميل، واصله لفلوريدا 14400 دولار. سيارة هوندا سيفيك سبورت 2024 آخر موديل، 14400 دولار. سيارة ضربتها بس بالسايد اليمين جدا بسيطة، واصلة 14500 دولار بنسلفانيا، 14600 دولار لفلوريدا، 14600 دولار لفلوريدا، 14700 دولار لفلوريدا. سيارة كلين تايتل، ممشاها جدا بسيط وتصليحها جدا بسيط، بس فقط الإيرباجات وفقط السايد اليمين تصليح بسيط جدا، وبترجع السيارة وكالة، لأن السيارة ماشية 6430 كيلو فقط. 14800 دولار واصلة لفلوريدا، 14800 دولار لفلوريدا، 14 بعد السيارة ب 14800 دولار بعد الموافقة. عندنا كيا فورتي الاكس 2024 اخر موديل من كيا فورتي، ماشي 4667 ميل فقط. سياره كلين تايتل، بيزايد عليها الاخ من العراق 9000 دولار، 9100. سياره بس فقط فيها دعمه اماميه فقط، محتاجه الدعميه الاماميه ومحتاج تصليح امامي. سياره داخليه لونها اسود، شاشه، سيارة شغالة ما فيها أي مشكلة، ومباعت السيارة بعد الموافقة. 2021 هونداي إلانترا اس اي، ماشية 2334 كيلو فقط لا غير، 4200 دولار. سيارة لونها أزرق، احنا بنقول عليه أزرق بيبسي، فيها دعمة بالخلف بالمتجر الخلفي اليسار، بسيطة مش كبيرة، ما فيها شيء مؤثر يعني، السيارة ما فيها شيء تاني.
فقط الدعمية الخلفية وسط $5,500 داخلية لونها أسود، سيارة نظيفة جدا وبحالة الوكالة، ماشية 92,334 كيلو ميل، 6,600 لأوهيو. سيارة نظيفة جدا يا شباب، سيارة جديدة، سيارة 2000 سي سي واصلة لأوهيو $6,800، $6,900 لأوهيو لفلوريدا، $6,900 فلوريدا، سيارة هونداي 2021 إلانترا $6,900، $7,000 لأوهيو، $7,000 لأوهيو، $7,000 لأوهيو. الفرصة الأخيرة $7,000 لأوهيو، سيارة هونداي إلانترا 2021 $7,000 لأوهيو، ومباعت السيارة بعد الموافقة $7,000 لأوهيو بعد الموافقة. دوج تشالنجر 2022 ماشية 56,000، سيارة $17,700، سيارة 8 سلندر 5700 سي سي. خلينا نشوف بها ضربات أو شيء. السيارة اللي معانا 2023 شيفروليه كومارو ال اس، شيفروليه كومارو فيها ضربة من الجنب اليمين، السايد اليمين، الباب الأمامي والمتجر والدعمية الأمامية، الباب والمتجر والدعمية. انباعت السيارة بعد الموافقة ب $7,100. 2024 تويوتا راف 4 اكس ال اي، سيارة كلين تايتل ماشية 4,604، فيها ضربة بالسايد زي ما مكتوب، خلينا نشوفها. فيها ضربة بالباب اليمين فقط لا غير، والعجلة الأمامية محتاجة تصليح بس فقط لا غير. سيارة جديدة واسطة $16,400، ماشية 4,604، سيارة ماشية $16,600 واصلة لفلوريدا، $16,700 لفلوريدا، $17,000، $17,100 لفرجينيا، $17,100، $17,200 سيارة كلين تايتل، 4,604 ميل، 17,300، 17,400 واصلة السيارة 17,400. تويوتا راف 4 2024 آخر موديل، ضربتها بسيطة جدا يا شباب، فقط الباب الأمامي اليمين. السيارة انباعت 17,500 للحين، ما انباعت السيارة، 17,500 فيرجينيا، سيارة 17,500 فيرجينيا انباعت بعد الموافقة 17,500 يا شباب. السيارة القادمة معانا فورد اكسبلورر 2023 لونها جراي رمادي، ماشية 21,886 ميل، فيها ضربة خلفية، ضربة خلفية بسيطة مش قوية، مش واصلة للشاصي بس محتاجة الدعمية الخلفية فقط لا غير، انباعت بعد الموافقة. معانا 2021 جيب كومباس 2021 لونها أبيض، ماشية 61,883، $7,000 واصلة. سيارة ما فيها أي مشاكل، فيها بس دعمة بسيطة جدا بالخلف، دعمية الخلفية مع الدبل مع المتجر الخلفي اليمين مع الليت، أتوقع فيه كسر شوية. $8,100، $8,300 لأوهيو. سيارة داخلية أسود، سيارة شغالة ما فيها أي مشكلة ولا إربادات ولا أي شيء، سيارة نظيفة جدا يا شباب. سيارة 2400 سي سي 4 سلندر، $9,100 لإنديانا. سيارة كلين تايتل ماشية 61,883 كيلو ميل عفوا، 9,400 لإنديانا. سيارة جيب كومباس 2021، 9,700 لميتشجن، 9,700 لميتشجن، 10,200 دولار، 10,500 دولار، 10,700 دولار سيارة واصلة، 10,800 دولار لتكساس، 10,800 دولار، 11,000 دولار. نلقي نظرة تانية على السيارة، سيارة نظيفة جدا بس الدعمية الخلفية بس محتاجة تعديل. 11,000 دولار سيارة واصلة لتكساس، 11,000 دولار واصلة،
$11,000 جيبكم بس 2021 باعت ب $11,000 لتكساس بعد الموافقة. السيارة اللي معانا هونداي الانترا اس اي ال 2024، سيارة ماشية 16000 كيلو 191 ميل، 16000 ميل فيها بس ضربة بالسايد. خلينا نشوفها، السايد الامامي والشبك الامامي والدعامية ما فيها مشاكل بالشاصي. داخلية لونها اسود، واصلة 10600 دولار بفلوريدا. السيارة نظيفة وجديدة، موديل 24 اخر موديل بالالنترا، بس محتاجة تعديل الضربة الامامية مع ضرب مع المتجر اليمين الامامي مع الدعامية الامامية فقط لا غير. سيارة 2000 سي سي لون سيلفر، كلين تايتل، ماشية 16191، واصلة 11200 دولار لفلوريدا. 11200 دولار لفلوريدا، 11200 دولار لفلوريدا. انباعت السيارة بعد الموافقة. 10200 هونداي الانترا ليميتد 2024، كمان لون جراي سيلفر، ماشية 8320 فقط لا غير. ضربة أمامية بسيطة مع المتجر مع الدعامية. داخلية لونها أسود جلد، سيارة جديدة ماشية 8000 ميل فقط، واصلة 11200 دولار لفرجينيا، واصلة 11200 دولار، واصلة 11200 دولار. سيارة هونداي الانترا ليميتد 11200 دولار يا شباب انباعت بعد الموافقة. السيارة اللي معانا 2023 اودي اي 4 بريميوم بلس 45، موديل 2023 ماشية 32000 ميل، فيها ضربة بالسايد. خلينا نشوفها، بسيطة جدا يا شباب، غير مؤثرة نهائيا على السيارة، وتتصلح بأقل التكاليف. سيارة جديدة موديل السنة، موديل 23، واصلة 16000 17000 دولار لأوهيو. سيارة اودي داخلية لونها اسود، سيارة شغالة وجديدة ما فيها اي مشكلة نهائيا، فقط حكات جانبية بسيطة جدا تتصلح بأقل تكلفة، وترجع السيارة جديدة مثل ما كانت، ماشية 32568. سيارة واصلة 18700 اودي بريميوم بلس 45 موديل 2023، واصلة 19000 دولار. سيارة جديدة ماشية 32000، واصلة 19000 دولار سيارة لبولند، 19000 دولار السيارة. سيارة جديدة ونظيفة جدا يا شباب، تصليحها جدا بسيط كلام فاضي. ونبعت السيارة ب 19000 دولار بعد الموافقة. السيارة اللي معانا سيارة فورد سوبر كرو 2023، فورد 16200 دولار، 16200 دولار، 16500 دولار، 16700 دولار، 16800 دولار، 16900، 17000، 17200، 17300. سيارة فورد F150 2023 ماشية 29364، ماشية واصلة 17600 لفلوريدا، 17900 لفلوريدا، 17600 لفلوريدا. سيارة فيها دعمة بالأمام لونها أسود، دعمة بالأمام بسيطة جدا مش كبيرة، غير مؤثرة على السيارة وأغراضها معاها. 17800، 17900. سيارة 3500 سي سي كلين تايتل، ماشية 29000، 18000 دولار لفلوريدا. فورد سوبر كرو، بعد سيارة بعد الموافقة. فورد ايدج تيتانيوم 2022 لون اسود، سيارة ران اند درايف شغالة وتمشي، لونها اسود. سيارة فيها ضربة بسيطة من الخلف رير اند، تصليحها جدا بسيط. سيارة جديدة ماشية 54407، انباعت بعد الموافقة ب 14800 دولار.
معانا 2022 شيفروليه كولورادو ال تي ماشيه 31924، سياره فيها ضربه بالامام، المتجر الامامي اليمين مع الشبك الامامي شويه مع الليت الامامي، بس ما فيها شيء تاني. الداخليه لونها اسود، سياره ماشيه 31000 جديده، السياره 31924 ميل، 10800 دولار واصله، 11000 لفلوريدا، سياره 3600 دولار لونها جراي، شيفورليه كولورادو ال تي 2022 واصله 11300 دولار، 11400، 11500، 11700، 11900 دولار، 12400، 12400 يا شباب، 2022 وصلت 13300 و 13400، سيارة تصليحها جدا بسيط، المتجر الأمامي مع الليت مع الكبوت شوية، سيارة جديدة ماشية 31000 ميل، داخلية سوداء، 13900 دولار، 14000 دولار، 14000 دولار، 14100، 14200، 14300 دولار، 14400 دولار، بونس تايم 14400، 14500 لفلوريدا، 14600، 14700 دولار، 14800، ومباعت يا شباب ب 14800 دولار بعد الموافقة. معانا سيارة مازدا سي اكس 90 بريميوم موديل 2024 ماشية 3000 ميل فقط، فيها مشكلة بالسايد، اتوقع السايد اليمين بالضبط، فيها البابين اليمين، السايد اليمين جيمس اكاديا اس ال تي 2023، 15200 دولار، ماشي 35000، سيارة جديدة فيها دعم بسيط، طب الامام تحتاج تعديل بسيط، سيارة ما فيها مشاكل تانية بس الايرباج مفتوح، الايرباج السفلي والامامي مفتوح، محتاج اقول ايه، والايرباج اليمين كمان مفتوح يا شباب، هذا الايرباج اليمين كمان مفتوح، ماشي 35000 واصلة 16400، الماكينة شغالة ما فيها اي مشكلة، سيارة واصلة 16600 دولار، كنتاكي 16600 دولار، 16700 دولار، 16800 دولار لكنتاكي، سيارة جيمس أكاديا 17000 دولار 2023، سيارة 2000 سي سي 4 سلندر 17000، 17100، سيارة كانت بعد الموافقة، حاليا راح تصير بيور سيل، بيور سيل يا شباب يعني الرقم اللي هنوصل عنده هو اللي هتنباع به السيارة بيع نهائي بدون الرجوع لصاحبها وبدون أي مفاوضات معاه، يعني حاليا وصلت لسعر نهائي 18200 دولار، 18200 دولار، 18200 دولار سعر نهائي يا شباب بدون مراجعة صاحبها، لأن السيارة أصبحت بيور سيل، 18200 دولار، ومباعت السيارة 18200 دولار، مبروك لصاحب السيارة بيع نهائي. سيارة شيفروليه ماليبو 2023 واصلة 10200 دولار، ماشية 17230 ميل،
سيارة لونها أسود 1500 سي سي، ضربتها أمامية بسيطة 10500 دولار لتكساس، ضربة أمامية، متجر اليسار الأمامي مع الدعامية الأمامية مع الشبك، ما أتوقع أن تكون واصلة للشاسي، ضربة بسيطة لأن السيارة بدون إرباجات، واصلة 10700 دولار، ماشية 17230، واصلة 10700 دولار لتكساس. سيارة نظيفة جدا، موديل 2023 ماليبو ال تي، 10900 دولار، 10900 دولار. سيارة 1500 سي سي شيفورلي ماليبو ال تي 10900 دولار، ونباعت بعد الموافقة ب 10900 دولار. سيارة رام 2021 2500 تريدزمان، ماشي 84724، سيارة بيها دعمة شبه قوية أمامية، ما فيها دعمات تانية بس بالأمام بس، المتجر والكبوت والدعمية والليت، واجهة الأمامية، سيارة ماشية 84000، واصلة 1900 دولار 2000 دولار، رام 2021 ما فيها إرباجات مفتوحة، سيارة دبل كابينة، واصلة 2800 دولار، سيارة 6700 سي سي 6 سلندر، واصلة 3650 دولار، 3850 دولار، سيارة كلين تايتل، رام 2500 موديل 2021، واصلة 4150 دولار، 4350 دولار، خمسة آلاف وستمية دولار، 5700، 5900، إنديانا، ستة آلاف وخمسمية دولار، 6800 دولار، 6900 دولار، 7100، سيارة وصلت 7300. كلين تايتل ماشي 84000 و700، واصلة 7800 دولار، رام موديل 2021 2500، واصلة 8500 دولار، 8600 دولار، 8600 دولار. الفرصة الأخيرة لها بونس تايم، 8600 دولار، ومباعت يا شباب بعد الموافقة، ما انباعت الآن، 8800 دولار، 8800 دولار، 8900 دولار، إنديانا، 9000 دولار، رام 2021 2500، انباعت 9000 دولار بعد الموافقة، 9000 دولار. السيارة اللي معانا نيسان التيما 2023، فيها عمليات تخريب بسيطة، فيها الزجاج الخلفي مكسور بدون حوادث السيارة نهائيا، الزجاج الأمامي أتوقع مكسور كمان، ما فيها إرباجات ولا أي حوادث، السيارة داخلية لونها أسود، السيارة شغالة ما بيها شيء، 12900 دولار، داخلية لونها أسود، سيارة نظيفة، ماشية 42276 ميل، نيسان التيما موديل 23، واصلة 13500 دولار، 13600 دولار. سيارة كلين تايتل ماشية 42000 ميل، 13900 دولار واصلة، موديل 23 نيسان التيما،
$14,000 لتكساس. بونس تايم آخر فرصة لها $14,000 لتكساس. $14,000 آخر فرصة. $14,100 لأوهيو. سيارة ما فيها أي مشاكل، بس زجاج أمامي وزجاج خلفي مكسور فقط لا غير. سيارة نظيفة وشغالة، موديل 2023 وماشية 42,000. $14,200 لتكساس، ومبعت السيارة بعد الموافقة ب $14,200 لتكساس. السيارة اللي معانا 2019 شيفورليه تراكس ال تي كلين تايتل، ماشية 71,000 ميل، 992 يعني حوالي 72,000 ميل. سيارة 1400 سي سي. سيارة أندر كارج يعني فيها مشكلة تحت السيارة يعني من تحت. سيارة ما فيها أي ضربات ولا أي حوادث، بس ممكن مدعومة من تحت دعمة بسيطة بالسيارة من تحت، تحتاج تصليح بسيط، لكن ما فيها حوادث ولا إرباجات ولا أي شيء. سيارة نظيفة داخلية سوداء، وسط $5,600 لتكساس، $5,700 لفلوريدا. سيارة نظيفة جدا، ماشية 71,000. $5,700 لفلوريدا. شيفورليه تراكس 2019، $5,700 لفلوريدا. أندر كارج بس عيب السيارة، يعني فيها ضربة من تحت محتاجة تصليح، ممكن بالهيئة الأمامية أو الهيئة الخلفية. $6,700 لفلوريدا. $6,900 لفلوريدا. $7,000. $7,000 بعد السيارة ب $7,000 بعد الموافقة لفلوريدا. السيارة اللي معانا فورد سكيب اس اي موديل 2019، فيها مشكلة بالميكانيكال يعني ما فيها اي حوادث ولا اي شيء. سيارة ماشية 51,000. سيارة لونها فضي، سيارة نظيفة جدا وجديدة يا شباب، ماشية 51,000 فقط. داخلية لونها اسود. سيارة بس فيها مشكلة بالماكينة، بس شغالة السيارة ولمبة الماكينة شغالة، ممكن يكون عطل بسيط، ترمبة مي، ترمبة بنزين، شغلة بسيطة، تربو مثلا، بس غالبا بتكون بسيطة جدا لأن السيارة شغالة زي ما احنا شايفين. سيارة ماشية 51,000 فورد سكيب اس اي موديل 2019، واصلة $7,900 لفلوريدا. سيارة 1500 سي سي، ماكينة صغيرة، استهلاك بنزين بسيط، لونها سيلفر. سيارة نظيفة جدا، فيها مشكلة بسيطة بالماكينة وحلها سهل. $7,900 لفلوريدا. انباعت السيارة بعد الموافقة ب $7,900 لفلوريدا. السيارة اللي معانا نيسان ماكسيما اس في 2021، ماشية 55,000. سيارة لونها اسود، سيارة فيها دعمة خلفية بسيطة مش كبيرة، يعني عندنا المتجر الخلفي مع الليتات الخلفية بس، مش واصلة للشاسي ابدا. سيارة نظيفة، لونها اسود، 3500 سي سي، هذه الضربة الخلفية بس، محتاجة تركيب دعامية والليتات فقط لا غير. من بعد السيارة فورد اكسبيديشن اكس ال تي موديل 2024، لونها فضي، ماشية 4207 ميل فقط. سيارة كلين تايتل، سيارة فاتحة إرباجات يمين ويسار، مبين مؤشر الإرباج مفتوح بالعداد. سيارة واصلة 14,100 للعراق. سيارة عائلية كبيرة ما شاء الله. سيارة داخلية لونها أبيض جميل جدا أو بيج. سيارة مشكلتها بس بالأمام شوية، تظبيطها جدا سهل، تعتبر ما فيها شيء السيارة، يعني فقط الدعمية الأمامية، شوفها من تحت مخلوعة من هنا مكسورة، بس محتاج تعديل بسيط، ما فيها شيء السيارة. واصلة $17,700 بس إرباجاتها مفتوحة للأسف، هي اللي يعتبر العيب الكبير حاليا أن الإرباجات مفتوحة محتاجة تبديل. $17,800 لتكساس.
سيارة ماشية 4000 فقط يا شباب، سيارة جديدة جديدة يعني، سيارة 3500 سي سي فورد اكسبيديشن اكس ال تي موديل 2024 للامارات، واصلة 18200 دولار، 18200 دولار للامارات، 18300 دولار للامارات، 18300 دولار، 18400 دولار، 18500 دولار للامارات، 18600 دولار، 18600 دولار، 18700 دولار لفلوريدا، 18700 دولار لفلوريدا، 18800 دولار، 18900 دولار لفلوريدا، 19000 دولار، 19100 دولار لفلوريدا، 19200 دولار لتكساس. سيارة جديدة شباب ما فيها أي مشاكل نهائيا، بس فقط الإيرباجات محتاجة تبديل. 19300 دولار لفلوريدا، 19400 دولار لتكساس، 19400 دولار لتكساس، بونس تايم 19700 دولار لفلوريدا، 19900 دولار، 20000 دولار لفلوريدا، فورد سكيب فورد اكسبيديشن 2024 ماشي 4200، 20100 لتكساس، 20200 لفلوريدا، 20200 يا شباب لفلوريدا، 20500 لفلوريدا، سيارة 3500 سي سي 20500 لفلوريدا، 20700 واصلة، 20800، وتستاهل يا شباب لأن السيارة جديدة ما فيها أي مشاكل غير الإيرباجات. 20800 لفلوريدا، بونس تايم آخر فرصة 20800 لفلوريدا، 20800 لفلوريدا، 21000 دولار واصلة السيارة لحد الآن في فلوريدا، 21200، 21300، 21400، 21500 لفلوريدا، 21700 لفلوريدا، 21800 دولار، 21800 دولار، 22100 دولار، 22200 دولار لتكساس فورد اكسبيديشن، 22200 دولار، ونبعت السيارة بعد الموافقة ب 22200 دولار. مش حابين نطول عليكم يا شباب بأول فيديو عشان ما تملوا مننا من أول فيديو بالقناة. سعدنا بلقائكم اليوم بأول فيديو بقناتنا، وإن شاء الله تكون قناتكم دايما، لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة، وإن شاء الله تكونوا دايما في انتظار مواعيد يومية للمزادات، وإن شاء الله تشوفوا أحدث السيارات معانا، وإن شاء الله زي ما قلت لكم اللي محتاج أي سيارة من مزادات أمريكا يتواصل معايا على الواتساب على الرقم اللي بخليه لكم بوصف الفيديو. إحنا شركتنا شركة أمدال للتجارة العامة واستيراد السيارات والتصدير بالكويت، ومزاداتنا من أمريكا رأسا إلى أي مكان أنتم تحتاجوه، سواء بالخليج العربي أو بمصر أو بالكويت أو بالأردن أو بلبنان أو بالسعودية أو بالعراق أو بقطر أو بالبحرين، أي دولة أنتم محتاجين فيها سيارة إحنا بنوفرها لكم إن شاء الله من مزادات أمريكا، وإن شاء الله تكون أفضل سيارات نال إعجابكم. ورجاء دعم القناة بالاشتراك واللايك حتى لا تفوتك أي مزاد من مزاداتنا القادمة، وعلى وعد إن شاء الله بالمزاد القادم. وسعدت بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.